يقع دير مارغوغيس على بعد 9 كيلومترات من شمال مركز محافظة الموصل، وهو دير تابع للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية. ويرجع تاريخ الدير إلى القرن الرابع الميلادي، إذ جاء أول ذكر للدير في سنة 1691 في مخطوطة محفوظة في دير السيدة للراهبات الكلدان. جددت كنيسة الدير سنة 1843، كما تم افتتاح مدرسة رسولية سنة 1962، وبات الدير بعد ذلك مزاراً يقصده الناس من كل القرى والمدن المجاورة. تعرض الدير للتخريب من قبل عناصر داعش الإرهابية في سنة 2014، إذ حطمت الصلبان والتماثيل والنواقيس واللوحات والمجسمات، مما جعل الكنيسة مهجورة. وبعد سنوات عادت كنيسة الدير تمارس طقوسها الدينية من جديد، لتعد أول كنيسة يعاد ترميمها في منطقة سهل نينوى من بين الكنائس التي هدمت وتضررت بشكل كامل. يعتبر الشهيد مارغوغيس في مقدمة قوائم القديسين الذين شيدت على اسمهم أديرة وكنائس ومزارات بعد العذراء مريم والدة مخلصنا المسيح. وتوجد أعداد لا تحصى من الأديرة والكنائس المشيدة بهذا الاسم في الموصل، بغداد، القوش، عنكاوة، كرمليس، بغديدة، زاخو، فيشخابور، بيرسيفا، وشيوز. وكما توجد كنيسة في قرية تلسقف، وهي قرية تقع شمال مدينة الموصل بمسافة 30 كيلومتر. فقد أعيد تعمير وافتتاح كنيسة مارغوغيس في تلسقف بعد تحريرها من داعش الإرهابي، بعد أن أزدلت ستائرها وخفتت أنوارها وانقطع صوت ناقوسها. هذه الكنيسة التي كانت تجمع أهالي القرية في المناسبات الدينية، وخاصة في تذكار القديس مارغوغيس الشهيد، حيث كان أبناء القرية يتقاطرون إلى التلي، وهو مكان الاحتفال بإقامة القداس من قبل الكهنة والشمامسة، وبعدها ليكونوا حلقات الدبكات ابتهاجا بالمناسبة حتى مغيب الشمس. وهذا هو دور جمعية مارغوغيس الكلدانية في سان دييغو. مارغوغيس هو أمير الشهداء والكثير من المعجزات وشفيع لبلدان كثيرة، والكنيسة الكاثوليكية جعلته نصيرا لها فأعلنت قداسته في مجمع عام 404 الذي أقيم في روما في عهد البابا جلاسيوس الأول. ولد القديس مارغوغيس عام 280 ميلادية في مدينة اللد، وفي عام 17 من عمره التحق بالجيش الروماني وأصبح قائدا لألف. تم استشهاد القديس في حسب بعض المصادر 23 نيسان، كما تعتمده دول مثل بريطانيا وروسيا واليونان وقسم دول أخرى، وأما الكنيسة الكلدانية نعتمده يوم 24 نيسان، وخاصة هو شفيع قريتنا قرية تلسقف، نقوم بعمل شيرة له كل عام في ذكرى استشهاده الذي هو يوم 24 نيسان من كل عام. الشهيد مارغوغيس يعتبر أحد القديسين 14 المعتمدين لدى الكنيسة الكاثوليكية لكثرة معجزاته، ويلجأ إليه المؤمنون لطلب شفاعته عند الرب وعند الرب يسوع المسيح.
نحتفل به نحن في قرية اللصقف في الشيرة كل عام. كانت البداية بداية احتفال به في عند الدير دير مارغورغيس في الموصل الذي يبعد 9 كيلومترات شمال الموصل، حيث كان أغلب المسيحيين في عيده يذهبون إلى ذلك، وكذلك كان أهالي اللصقف. في نهايات عام 1998 أو 1999 بدأ الاحتفال به في قرية اللصقف في داخل القرية في مناطق مختلفة من القرية، واستمرت هذه الاحتفالات كل عام تتكرر. كما نحن أيضا في بلدان المهجر نقوم بالاحتفال بهذا العيد حسب كل بلد من المقيمين فيه، كما يحتفل به في سان دييغو، في ديترويت، وفي استراليا أيضا. طريقة الاحتفال تكون بتجمع في أحد الباركات وعمل زياح. الشراب بالعرفه من موثاقش يخلصنا، مقصطاني بجمينك مهجج ليك بريالك. هنا في سان دييغو تم تأسيس جمعية باسم القديس مارغورغيس، جمعية مارغورغيس سنة 1992 على يد خيرين أبناء قرية اللصقف هنا، لأنه شفيع قرية اللصقف، وسميت الجمعية باسمه لاستمرار الفعاليات والنشاطات التي كانت تخص القرية والتقاء أهالي القرية حول هذه المناسبات، سواء كانت دينية أو تراثية. يتم الاحتفال بها كل عام. بدأت في الفترة الأخيرة كثرت أعداد الأهالي من قرية اللصقف في سان دييغو بصورة خاصة، وأصبح العدد كبيرا. لذلك أصبحت في السنوات الأخيرة يكون الشيرة يتم حجز أحد أكبر الباركات الموجودة في سان دييغو لعمل الشيرة، حيث تقوم الجمعية بحجز البارك وتهيئة لعمل النشاطات التي تخص، وخاصة بالالتقاء بشمامستنا الكرام لعمل الزياح في البارك، وبمشاركة بعض الكهنة من الذي يكون لهم الوقت للمساعدة والاحتفال مع أهل القرية. كذلك ليس الاحتفال مقتصرا على أهل قرية اللصقف، وإنما هو مفتوح لكل أهلنا ومسيحينا الموجودين هنا في سان دييغو. تستمر هذه كل عام، نقوم بهذه الاحتفالات ونهيئ هذه الأمور، لكن هذه السنة لهذا الظرف الذي طرأ من المرض والوباء الذي حدث حاليا، ارتأينا مع الأخوة في الرادو الكلداني باستذكار هذا الشيرة، كيف كنا نحتفل به، ونحاول أن نسلط الضوء على بعض الأحداث من خلال سان دييغو هنا، أو من خلال أهلنا في قرية اللصقف، أو أهلنا في بلدان المهجر الأخرى.
في كنائسنا يتم الاحتفال بعيد الشهيد مار جورجيس يوم 23 أو 24 لدينا في العراق، أما هنا كاحتفالنا بالشيرة يتم يوم الأحد فقط، وذلك لاستطاعة أهلنا هنا التجمع فقط يوم الأحد بإمكانية ذلك. حسب الاتفاق مع الجمعيات الأخرى العاملة في سان دياغو يعتمد يوم، لا نستطيع الاحتفال مباشرة في نفس اليوم أو في الأحد الذي يليه، يعتمد ذلك على الأحد أين يقع عيد القيامة. مثلا هذا العام كان الاتفاق المسبق بين الجمعيات في العام الماضي عندما يصادف عيد القيامة يوم 12 سوف يكون عيد شيرة مار أورها الأسبوع الذي يليه يوم 19، والأسبوع الذي يليه يوم 26 سوف يكون عيد الربان هرمز، وبعده الأسبوع الثالث سوف كان يتم به الاحتفال بعيد مار جورجيس والذي كان سوف يصادف في الثالث من الشهر الخامس، وذلك لوجود بارك واحد كبير هنا لا نستطيع أن نقوم بعمل الشيرة في مناطق أخرى، وكان هذا التنسيق واردا بين الجمعيات، كما توجد شيرات أخرى لأهالينا من سهل نينوى، من أهالي زاخو ومن أهالي المناطق الأخرى، تلي تباعا الأسابيع التي بعدها كذلك، كما تحتفل جمعية الأسقف الخيرية بعيد الصليب يوم 15 من الشهر التاسع، وجمعية السناط بعيد مريم العذراء يوم 15/8. هكذا يتم التنسيق بين الجمعيات لعدم التفاوت الذي يحصل لمعالجة الموقف هنا حسب ما متوفر لدينا. وفي هذا الزمن الصعب، زمن الكورونا الذي نسميه، توقفت مجمل نشاطات البشرية بأجمعها، كما توقفت نشاطات جمعيتنا بذلك من شيرة وغيرها، وسنحاول إن شاء الله عندما تزول هذه الغمة من الجميع أن نعاود نشاطنا ونحاول أن نكون مع أهلنا في تهيئة لاحتفالاتهم، وإن شاء الله الرب يحفظ الجميع والرحمة لكل أهلنا، من الذي انتقل إلى رحمة الله والذي أصابه هذا المرض، وأرجو أن يكون أن لا نسمع أي أخبار سيئة أخرى، وإن شاء الله نلتقيكم في أيام مفرحة، أيام كلها سرور ومحبة. ثب جنجارا يا أودا
رسل خجوال ما بهرات حق وثاب مرحق لخناشي خيش كدح انقوث بنيت كنيسة مارغورغيس في تلسقف قبل حوالي 170 سنة وكانت في الموقع الحالي، لكن اتجاهها كان يشير إلى الجنوب وليس إلى الشرق. في بداية الثلاثينات من القرن الماضي بدأ ببناء الكنيسة الجديدة وبالهيكل الحالي، واستمر البناء عدة سنوات ثم توقف. استنيف البناء في عهد الأب المرحوم يوسف شماشة ما بين 1968 و 1969، واكتمل البناء سنة 1971 ودشن أول قداس فيها سنة 1972. أجريت إضافات جديدة عليها خلال السنوات الأخيرة إلى أن أخذت الطراز الحالي، والذي هو أجمل طراز بني في كنائس العراق. وبذلك نحن نثني على كل من قام بإعادة إعمار كنيسة مارغورغيس في تلسقف، بدءا من الدكتور منير عيسى، والذي عن طريقه أهدت الحكومة الهنغارية مبلغ مليوني دولار لإعمارها، والأب الدكتور سالار بوداغ ومجلس الخورنة ومجلس القرية وكل أهلنا من ساهم في تشييد هذا الصرح العظيم. كذلك شكر خاص
للأخوة فكتور حكيم والأخ باسم عمرقس لتزويدنا بمجموعة الصور والأفلام في تقريرنا هذا، وشكرا للجميع. Yeah.
كل سنة طبعا العالم كله، العالم المسيحي يحتفل بذكرى شفيع مار جورجيس اللي كل الناس وكل المسيحيين ينتظرون يوم 24 نيسان من كل سنة ويحتفلون بهذا، هذه الذكرى الدينية نعتبرها التراثية الاجتماعية، لأنه هذه الذكرى تجمع المسيحيين الموجودين في بقعة معينة من الأرض. فإحنا بالنسبة لنا للعراق كنا قبل نروح إلى دير مار جورجيس، كل المسيحيين كل القرى سهل نينوى وحتى في بغداد بصرة أو تجي من دول العالم حتى يحضرون هذا التذكار، لأنه هذا التذكار يعتبر من تذكارات الموجودة في الكنيسة الكلدانية، وهذا الشفيع شفيع مار جورجيس الناس تؤمن به لأنه هو القوة الخير ضد الشر. فإذا شالوا كل المسيحيين يروحون إلى دير مار جورجيس اللي موجود عن يبعد عن 9 كيلومترات عن مركز مدينة الموصل و30 كيلومتر عن قرية تلسقف. فكانوا الناس تحتفل بهذا الذكرى، يحضرون القداس اللي كان يصير بكنيسة الدير، وبعدين يصير زياح للشيرة، وبعد الزياح انه الناس تنجمع كل من ويا عائلته ويا أقربه ويا أصدقائه وينصبون الخيام وتبدي الموسيقى تشتغل ويصير فعاليات كلش حلوة من الدبكات الشعبية اللي الناس تتقنها في سهل نينوى. وبعد مرور أيام وبعد التسعينات أتذكر أنه قام يصير الاحتفال في تلسقف، في قرية تلسقف اللي تعتبر هذه الذكرى في كنيسة مار جورجيس اللي أكو موجودة كنيسة باسم مار جورجيس في التلسقف، ونفس العملية كانت تصير أنه يصير قداس وبعدين زياح، والناس تختار أي مساحة مفتوحة من الأرض اللي كانوا يسموها عندنا دشتة، فكانوا يجمعون الناس هناك ونفس العملية ينصبون الخيام ويأكلون ويشربون ويتنسون وتبدي الموسيقى تشتغل بالقرية، وكان يحضرها كل قرى سهل نينوى تقريبا، لأنه قلت في بداية كلامي أنه هذه المناسبة تعتبر فد مناسبة مهمة لشعوب سهل نينوى. وبعد ما صارت الظروف اللي كلنا نعرفها تهجرت الناس والناس تشتتت في كل بقاع الأرض، فشفنا أنه توزعوا في أمريكا في أوروبا في كندا في أستراليا، فالناس توزعت وصارت مجموعات نفس العملية. مثلا احنا في أمريكا اكو تجمع كلش كبير هنا في سان دياغو، وعندنا تجمع في ديترويت، وصار تجمع في أستراليا سيدني ومالبورن. فدا نشوف انه الناس هذول المسيحيين الموجودين، الجالية المسيحية الموجودة، ما نسوا تقاليدهم التراثية والدينية فيمارسوها في دولهم في دول المهجر. مثلا التذكارات الموجودة مار أوراها ومار هرمس ومار جورجيس، فكل الجاليات هنا سوت لهم تجمعات أو جمعيات باسماء هؤلاء القديسين اللي نعتبرهم قديسين لأنهم لهم دور ديني بارز في التاريخ المسيحي. فمثلا مار أوراها اللي هي قرية باطناية، وجمعية مار جورجيس اللي هي من أعضاء التلسقفيين الموجودين في سان دياغو، وكنيسة مار ميخا اللي هي تعتبر للقوش ويحتفلون بمار هرمس. فبالنسبة لجمعية مار جورجيس في سان دياغو كل سنة تقوم بهذا المهرجان، نسميه هنا مهرجان شيرا مار جورجيس، وطبعا هذا الشيرا وهذا المهرجان تنتظر الناس كل الجالية الكلدانية الموجودة هنا في سان دياغو ويحضرون هذا المهرجان. طبعا هذا المهرجان يراد جهود لازم تبذل من قبل أعضاء الجمعية لتحضير هذا المهرجان، لأنه يستوعب مثلا عندنا 546 بارك، يعني البارك الموجود في ليك جيني يستوعب 540 سيارة، إذا نأخذها على ماكسيموم 5 أشخاص تقريبا بل 3000 شخص. فإحنا مثلا في العام الماضي 2019
كان عندنا حضور بحدود 4000 شخص في شيرة المارجورجيس. طبعا الجمعية وأعضاء مجلس إدارة يشكلون لجنة خاصة بهذا المهرجان، ورادة تحضيرات كبيرة من حيث حجوزات البطاقات وحجوزات السيارات وتهيئة القضايا اللوجستية اللي يتطلبها المهرجان، واتصال بالفنانين واتصال بالشمامسة والقسان، وتهيئة كل الأمور من حيث السيكوريتي إنه نأمن الحماية للناس اللي راح تجينا بالأعداد الضخمة هذه. فكانت خلية تشتغل بجمعية مارجورجيس، وقدرنا نسوي فت شيرة جيد جدا من حيث التنظيم ومن حيث الترتيب، وهذا طبعا بشهود العوائل اللي حضرت بالمهرجان. إنا نبشركم بالفشح والنور، إن السعادة نقاس زادت محاسنه، عند العيد نتا بالفتح مشهور، جميعا نصارى ضعنا مباركا، وكان الأسر والأولاد منثور، يدعو بصوت جهيد غير محصور، لابد في مثل هذا اليوم منتعشا لكل ما قال في سفر المزامير. مارجورجيس الشهيد،
ومناسبة عزيزة علينا أيضا هي الذكرى 27 لتأسيس إحدى أقدم جمعيات شعبنا في المهجر، جمعية ماركوغيس في سان دياغو. بداية نود أن نقدم كل الشكر لأهالي قرية باطناية العزيزة وجمعية مار أوراها الكلدانية وهيئتها الإدارية بدورتها الرابعة المنتخبة حديثا لتفهمهم هذا العام لمصادفة الأحد الجديد عيد مار أوراها مع الاحتفال السنوي بذكرى مار غورغيس الشهيد والذي هو 24 من نيسان كل عام. راجين لهم دوام الصحة والموافقية لخدمة أبناء جاليتنا العزيزة. كما نشكر أيضا جمعية مارميخا للتعاون وتبادل الآراء بشأن الاستعدادات لتهيئة هذه المناسبات العزيزة على قرانا تلسقف باطنايا وانقوش. وطبعا لا ننسى هنا كان عندنا دور للراديو كلداني انه ارسل لنا فريق عمل من المذيعة ومصور فصوروا ووثقوا هذا الشعر، واحتمال راح تشوفوها بهذا التقرير اللي اليوم راح نسوي لكم اياه بهذه المناسبة. طبعا يجوز سائل يسأل انه هذا المهرجان يراد لمبالغ، وهاي المبالغ منين تجيبها الجمعية؟ طبعا الجمعية تبيع بطاقات وكرسوم كثيرة تفرضها إدارة البارك، رسوم الكهرباء الماء هواية مستلزمات ما يعني ما عندنا مجال لذكرها. فهناك إنه نوزع البطاقات فنغطي مصاريف المهرجان من خلال هذه البطاقات، ولأنه المهرجان اللي تسويه جمعية مار غورغيس هو ليس ربحي، ما تربح من عنده، وأكو مهرجانات يجوز الجمعية خلت فلوس من جيبها. فال 2019 المهرجان اللي سويناه طبعا دعموا هذا المهرجان كثير من أصحاب البزانس وأصحاب الصيدليات وأصحاب العيادات والمحلات التجارية والمطاعم والصاغة، دعموا هذا المهرجان خلال تبرعاتهم، فقدرنا أنه نغطي الهدايا والجوائز اللي تقدم من خلال هذا المهرجان. وكذلك دعمونا مثلا شاعدنا ست نغم اللي هي كانت بينت فيس، ووزعنا هدايا للأطفال تقريبا 750 هدية وزعناها لأطفالنا الأعزاء اللي كانوا حاضرين. ونجي نتطرق إلى زمن كورونا، إلى مرض كورونا، وهذا الزمن الصعب اللي نعيشه حاليا، فما قدرنا نسوي هذا المهرجان السنة بالرغم من أنه احنا دافعين فلوس للبارك وحازين ومأمنين كل القضايا اللوجستية للمهرجان، ولكن لسوء الحظ اجانا مرض كورونا فخلانا نقعد بالبيت وما نقدر نسوي هذا المهرجان. ولكن طبعا بالمبادرة من الراديو كلداني انه دعوا الجمعيات انه تسوي تقارير بيوم المناسبة اللي هو يوم 24 نيسان، فكان هذا التقرير انه خلت نذكر الناس انه هذا اليوم اللي كانوا تنتظروه كل سنة ما قدرنا نسويه وما نقدر ما قدرنا الناس انه تاخذ تتمتع بهذا اليوم، راح نخليهم باجواء الاعلام الموجود عندنا في سان دياغو واللي هو الراديو كلداني، ومن خلاله نقدر نوصل فكرة هذا القديس وتاريخ هذا القديس والشيروات اللي كانت تصير كل المدن المتواجدين بها الجالية كلدانية. فبصراحة شيرة مار غورغيس هو ليس محصور فقط لقرية تلسقف، شيرة مار غورغيس هو لكل مسيحي العالم. فالمهرجان مالتنا والذكرى اللي شيرة مالتنا جمعية مار غورغيس يحضروا كل الكلدان الموجودين في سان دياغو وليس محصورا لقرية تلسقف. فإحنا بدورنا نقوم بعمل من خلال جمعية مار غورغيس وأعضاء مجلس الإدارة إنه ننطف الصورة حلوة فالذكرى حلوة إنه شلون نجسد هذا اليوم،
شلون هذا اليوم نخلي الناس يحتفلون به بصلواتهم ويصير زياح ويحضر عدد من الشمامسة مشكورين ويحضروا القسان هم مشكورين بدورهم والكنيسة تدعمنا بهذا المجال. وكذلك ما ننسى أنه نشكر كل فناني سان دياغو اللي يدعمون هذا المهرجان ويجون يشاركونا بهذا المهرجان مجانا، والفرق الموسيقية الموجودة بسان دياغو، وكذلك عندنا المواقع اللي تصور هذا المهرجان وتعرضه مباشر. فإحنا نشكر كل الذين يساهمون بهذا المهرجان، وكذلك نشكر عوائلنا الكريمة بالتزامها بقوانين السيتي، بقوانين البارك اللي يفرضها علينا من حيث النظافة، من حيث الالتزام، من حيث الضبط، من خلال ننطف الصورة حلوة بأنه إحنا شعب متحضر، شعب عنده حضارة وعنده تاريخ، وين ما يروح وين ما يكون متواجد في كل دول العالم ينطف الصورة حلوة إنه هذا الشعب متحضر ويلتزم بكل قوانين اللي تفرضها تلك الدولة. وأنتوا تعرفون كل الزين إنه القوانين مال السيتي إنه أهم شيء الحفاظ على البارك الموجود، حتى يهتمون بالشجرة إنه شجرة لا يصيبها في الشيء، فهذا الشيء كلش مهم عندهم. فإحنا من خلال شيرة 2019 طبعا جانا كتاب شكر من إدارة البارك لتنظيمنا الجيد جدا بهذا اليوم، وبالرغم من العدد الكبير اللي 4000 إلى 5000 شخص، ولكن قدرنا أنه ننطف الصورة حلوة لإدارة البارك أنه إحنا ناس متحضرين. فطبعا نشكر كل العوائل الكريمة اللي كانت حاضرة بمهرجاننا، وكنا نتمنى أن نشوفهم هالسنة، ولكن الظروف الجايحة كورونا منعتنا، خلتنا نقعد بالبيت. وإن شاء الله نتمنى باسم جمعية مارغورغيس وأعضائها أنه الصحة والسلامة لكل أبناء الشعب اللي يعيش في سان دياغو وكل شعوب العالم، وكذلك أنه شعبنا الموجود في سهل نينوى نتمنى له كل صحة والسلامة والشفاء العاجل لكل مرضانا اللي راقدين بالمستشفى أو اللي قاعدين ببيوتهم يحافظون على نفسهم وعلى حياة الآخرين. وكذلك الرحمة والغفران لكل الناس اللي توفت بهذا المرض اللعين، ونتمنى أن يكون أبنائنا في سان دياغو أن يبقون في بيوتهم ويتابعونا من خلال الراديو كلداني اللي هو صار عندنا فد منبر إعلامي تهتم به كل الناس في جالية وكل دول العالم، لأنه دي وصل كل ما يجري في العالم من تطورات وخاصة في موضوع كورونا. وطبعا أستغل هاي الفرصة أنه نشكر مخرجنا المبدع عدنان منصور، وكذلك ما يقوم به الدكتور نوري وسيد بسمة قودة أنه دعم شعبنا في إيصال المعلومة الصحيحة لكل أبنائنا في سان دياغو وكل العالم. شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم وشيرة بريخة وكل نشواثا كل عمدية. Thank you.
شف الفخمان يكون مرحب لن تضطر عاد التراب دائما ما يكون باب ابنونه روح الطشا عظيم
فهم لي اللي أري واقف وطوف لي كل لي قرمي كم لصوزا شوراي خخف ثراني قوم تزفيقا يا طالب زمي راح
الشامي من جيل تالات على البابيروس الجرياني تشاور التاج الخطب ملاخ السلطان قابق لتدعى عليه ولد هادي طلق هذا طلب من مال تبارك مني ومير طليق مليان روح نعمدي بسبب خير من حلو سكامي ماذا أبشق من شعار القرآندي وأنا بصيخات الشارع بخير دمشيحة شباب لا مسلم اللي من شيحة إلى كبير الشطور مني شدري والمدي لشان الشيحة والمدي نثوخون كل مشي بران وثا وقبار وثا وعجيب وثا وبخيلي قوم عن مسلم الميتة وخلني لبادي أنا لم يخيري اللوخون شو قطع لي أدي نزل وثا Thank you.
بائخ لكن لك وقت امانتك وحبه. من هذا الشخص بديهي في يكاوي كخاء وصفرك مشاري تخدمه. للبنك دايك كخاء وكمشاري ثاني يوم تخدمه. قال بيت اشحب بديك بائخ يكاوي ليخ فيما حدولا ونفهموه على حدولا بهاوظوان امانتك امانة تأثحب دي. لكن قياده كمحكيله ويشعر شيء حق مولده ما تتهاوخ امينين بحب دينيا طالع هذا خاوه انت امانه لمحقق حدود تأثحب متعلقه بروح حكومه. من هذا اخذ ماضي فتواتي خاصه نموذج مريد الوركس نماذج خط التبديشة وسالم جو خايب جو خايب هيتر جو خايب هي معروفة أن ما تجد مدينة يعني كاوينا العلامة ما تبدو يومريا لها أمين بحب دية كبرناشة إيمان برناشة تحوله أمين به مردي وردس تداوح ولا ديانة تخاطر حقوفة كم داوح لديانة تخاطر الضرقة ضدع وإلهية لكن برقلة مريا لها هم ويؤمن حب دي يحكى مردي ورقس كي دخل قصتنا كلنا مردي ورقس ليخل قشرة سهلة نصيحة نصحة يعني إخوال غالي بوتا بوح بدا على شغلة كالة قملتا بتشاف سامة وقوسع ملك مخير القارع قاي بيد سير شوحة بشمع وتكلل المريا بوجبورة هذا خطواتي خطواتي ذات ما البانوث الأطعام أخذ مشي حاية بلاو خليقين بجو حب دنيا وبلاو بس عواطفيا ومشاعريا مرتبطين بحب دين ضوء لها إلا تهاو فعلا بجو قضية حب قضية أمانة بجو أخ حب أم بمري على كل ما تخلى أخ حب بمري على دين قيل قول دي حوالي كل أول باقي شارك بابا يا إما يا نبلاتا يا نبلوتا يا نبيتا يا ماتا يا كل من يدبك تخاطر دي بديعون خايا بدينا خايا بدينا دي لحب مطلق دي لحب أزلي بابا طاوة وكل آوة ابناك ورديانة وآلف ضفري بمعنى كل آوة فعلا بنحدد هدف الحبية هدف العلاقية هدف الخارجية وعايز كل من دار خدمة دي لحب زائد وآفي بطري طام تصيع وآفي بطري آه بدها ويل خايا بدينا مرجي ورقس إني وخدماتي وخطواتي كولمنا ما قدروا لازم داروا فعلا جو حبة وعمقة حبة من مريا على وما قدروا فعلا جو مرحلة قرار ما تلقخ ما تعيش وجو خايب تتبخ لك حب المريا على الكبير تفضلي حب من دانخ من خيالي اللي تحب المريا بدو يوم مرجو المسكين لازم تهو مسؤولين اللي تحب دي لازم تهو مقررين ايه من نوم تحب تبخ من المريا على حب مبتدا حب مؤقت حب دي جاي بس وصو مقاها يعني حب دي قالشنا ولد واحد ديانا بدالك نموذج البرج يوهس شد هاو طالب نموذج تحبه تلك يا لي زغل حبه كذي كيما المنقوص وكوري سنة دية تلك يا لي طمعوفة حبه تلك يا لي خلصة حبه الدين بس بدو شكل إلا حبه دين القوة يا فا يوم شو قام الاطيان
Thank you.
Thank you.
Yeah.
شفاعتي يحفظ الرحمة ويشوقان تخطي الظهر تخطيات كل علمة وطالب من يفوز بس يموتا تكل كريهة قضية بيلة وتجارة فهو سكرها سارة